شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواني أخواتي النواب. في البداية نود توجيه تنويه خاص بالسيد الوزير الذي أبان على مهارة خاصة في هذا القطاع من أجل اقتصاد، من أجل إقلاع اقتصادي حقيقي ومستدام. ونحن على يقين بأننا سائرون في الطريق الصحيح بالنظر إلى المؤشرات الماكرو اقتصادية فيما يخص الصادرات، نمو الصادرات، فيما يخص نسبة النمو غير الفلاحي، وبالنسبة لمؤشرات أخرى. سؤالنا السيد الوزير هو يخص الصعوبات التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة فيما يخص تمويل مشاريعها الاستثمارية. بما لا شك أن الحكومات المتتالية أو المتعاقبة يعني سطرت واحد المجموعة من الإجراءات ومن البرامج ابتداء من برنامج مقاولتي مرورا بعد مساندة وامتياز، إلا أن هذه البرامج للأسف الشديد أبانت عن محدودية نتائجها، وذلك بالرجوع إلى آخر تقرير للبنك المغربي أنه 72% من المقاولات الصغرى والمتوسطة تعتمد على تمويل ذاتي، وأن 19% هو فقط من المقاولات التي تلتجئ إلى أو التي تحصل على تمويل بنكي. وهذا راجع خصوصا في هذه الظرفية اللي كتعرف فيها الأبناك المغربية واحد شبه أزمة في السيولة الذي قدر في الشهر الماضي ب 66 مليار ديال الدرهم، مما يدفع من الأبناك والمؤسسات البنكية أن تفرض يعني شروط تعجيزية بنسب عالية. فهل يعقل السيد الوزير بأن مقاول في تازة استفاد من قطعة أرضية في مجمع صناعي وبموافقة بنكية من أجل قرض، ثم يفاجأ بعد ذلك بعراقيل لم تكن له في الحسبان، أن البنك اشترطت أن الأرض تكون في محفظة في اسم مستفيد، إلا أنه يفاجأ بأن فترة التحملات هناك ملحق، ماشي فترة التحملات، هناك ملحق يمنعه من تحفيظ. فهل يعقل أن المقاولات تواجه مثل هذه الصعوبات وكأننا يعني جهات تريد الإقلاع الاقتصادي لهذا البلد وأخرى تريد عرقلة بكل الوسائل، في حين أن مستفيدين آخرين حفظوا أراضيهم ولم ينجزوا شيئاً، بل أكثر من ذلك يعني وضعوها للبيع. طبعاً السيد الوزير نحن لا نطالب بأن الدولة تمول هذه المقاولات، ولكن تبسيط المساطر والتدخل في المؤسسات البنكية من أجل شكرا.